فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أنا وعدتك نحن ناخذ درس واحد فقصرت في درس أول حتى لا نضيع الدرس الثاني. جهزك فيما شئتم حتى ننتهي. تفضل. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. أخذناها عذر يقبل أو المسألة لن تفوت هكذا. تغفر الله. وهل رأيتني أكذبك مرة ولا سارة؟ أنت جاي تلحق رفع عيشة إذا معك الطريق مكدس. أنت من أهل الكوفة؟ أنت تقول بصحة شراب النبيذ؟ أنت تأكل القات؟ ها؟ طب أنت جوز الطيب دايما بتستعملها؟ طب إيش بيها بقى؟ الحب. أنا أصدقك فعلا. صحيح محمد يوسف لمس الكهرباء التي تأتي بال ها؟ بيفهم. طب بس أنت صعب عليك الأمر ده شيء على كبر جسدك ما تستطيع يطحنونك. دعك بس الحجارة رمي الحجارة شديد يا شيخ محمد. متمكن في الكلام لكن ما يستطيع. الشام مع الشام فاهمين بعض يا عمي. فاهم مسألة معروفة. سيبك شيخ. الرجل يقول لك ما فيش دكتور يستطيع أحد اقترب من أهل الشام أن يخرج عنهم؟ ها؟ يلتصق أكثر. يعني ما يستطيع. اقعد شيخ ما فيش أمل منك. ما فيش أمل منك ما هو ده دول أقحاح شيخ. حمال أي حمال ده بالذات من عندك أنت ما فيش حد بيخرج من البيت بتاعك بحال من الأحوال. ناس قالوا لك الراجل ما شفناهوش من 4 سنين نازلوا لنا تحت. اجلس شيخ اجلس اتفضل. قال فقال في روايته للحلاق ها وأشار يابا خلصنا ها هذه خلصناها والله العظيم أم أي الأسبوع الماضي. حرام عليك يا محمد يوسف. يبقى أنت لابد تتزوج يا حبيبي. أنت خايف منين؟ أنت عندكم في الخليج سهل جدا الزواج الثاني فالخوف اللي أنت فيه هو ده اللي مضيع دماغك. بركة تفضل يا بركة. تفضل يا بركة. عشان الراجل عقيقته ما نبقاش أثقلنا عليه. هات بس اللي هو حديث ابن عباس جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم أشعر علقته فقال افعل ولا حرج. هذا حديث فقط هاته عشان نتكلم في ندور حوله وبعد ذلك يعني نكون قد وفينا مع الأخ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. طيب جزاك الله خير. هنا الآن الكلام على الرمي هتكلمنا على كلام على الحلق والتقصير وبيناه. اليوم إن شاء الله نتكلم على مسألة الرمي والحلق اللي هي أعمال يوم النحر أعمال الحج يوم الحج الأكبر وهو الطواف والنحر وأيضا الرمي والحلق. فنقول الترتيب باتفاق وبإجماع الترتيب السني رنحط. تجمعه كلمة رنحط هذا الترتيب السني رنحط. راء للرمي ونون للنحر والحاء للحلق والطاء لإيش للطواف. هذا ترتيب سني باتفاق وبإجماع بإجماع يبدأ بالرمي ثم يثني بالنحر ثم بعد ذلك يثلث بالحلق
ثم بعد ذلك يطوف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه أن ذهب فاغتسل بعدما رمى وحلق، وذهب فطاف وصلى الظهر بمنى، وفي رواية صلى الظهر بإيش؟ بمكة. وقلنا التوفيق بينهما كما بينا قبل ذلك أنه صلى بمكة على قول ابن عمر، صلى بمنى على قول جابر، لأنه يعني جمع بين النصحتين، صلى الصلاة الأولى بمكة ثم ذلك وجد أن أصحابه ينتظرونه في منى فصلى بهم الظهر. هذا باب الجمع بين الروايتين. فخذوا عني مناسككم، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفت الأنظار بعد الاتفاق والإجماع على أن السنة الترتيب في هذا رمي برن حرف الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم بعد ذلك الطواف، لكن هل إذا قدم المرء شيئا وأخر شيئا هل هذه مسألة خلاف الأولى أم هي على الوجوب أن يرتب أم لا؟ هي هنا الخلاف بين العلماء. قال ابن عباس والحسن، نبدأ ابن عباس أنه الذي روى الحديث، قال ابن عباس والحسن وعطاء وغير هؤلاء قالوا بوجوب الترتيب، بوجوب الترتيب يعني هذا واجب. فقال ابن عباس إن أخر أو قدم ما لم يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخر ما لم يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم فعليه دم. قال في التقديم والتأخير، قال ابن عباس فعليه دم، يبقى رمى نحر قبل أن يرمي عليه دم، نحر قل طاف قبل أن ينحر عليه دم، طاف قبل أن يحلق عليه دم، قال في التقديم وفي التأخير عليه دم. قلنا أنت راوي الحديث، أما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل ولا حرج؟ قال نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج يعني لا إثم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج يعني لا إثم، وهذا لا يغني الضمان، هذا لا يغني عنه. قال لا حرج يعني لا إثم عليك ما دمت قد نسيت، لا لم أشعر وقدمت أو أخرت، لا حرج عليك لا إثم لكن عليك دم. وهنا نرى هذا قول ابن عباس على الديمومة في كل شيء. وأما الأئمة الأربعة فقد اتفقوا تارة واختلفوا تارة، فقد اتفقوا جميعا على أن كما قلنا أن الترتيب هذا الترتيب السني، واختلفوا في من رمى قبل حلق قبل أن يرمي، اختلفوا في من حلق قبل أن يرمي. فقال المالكية والأحناف قالوا عليه دم، من حلق قبل أن يرمي فعليه دم، واستدلوا على ذلك بوجوب الرمي قبل الحلق لقول الله جل في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قالوا هنا المحل المحل الزماني، حتى يبلغ الهدي محله المحل الزماني ومحل المكان في منى، فقال حتى يبلغ الهدي محله ومحله الزماني لا يكون إلا بعد الرمي، فلا يجوز له أن يحلق قبل أن يرمي فعليه دم. واختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقا، اختلف فيما بينهم بعدما اتفق على أنه قد أخطأ في التقديم والتأخير وعليه دم، فقال المالكية لا يجزئه، وقال الأحناف يجزئه، وفرع المالكية على ذلك وجوبا عليه الإعادة. طب اسكت اسكت بس اسكت، اساله يبادرني بسؤال، احد يجيب عن هذا السؤال، الفرق بينهما؟ اسكت ساعطيك اعطيك باب عن تاتيني الاجابه دكتور. هم قالوا الاحناف المالكيه قالوا من حلق قبل ان يرمي هذا عليه دم، ممتاز، هو الفارق هنا، يجزئ عند الاحناف. اما المالكيه فقالوا لا عليه الاعاده، يعني هو حلق قبل أن يرمي، فلما رمى قالوا لابد إيش أن يمر إعادة الحلق، لابد من إعادة الحلق. طب ما الدليل على ذلك؟ هم قالوا الدليل قول الله جل في علاه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فقالوا هنا بلوغ الهدي محله يقصدون بذلك المحل الزماني لا المحل المكاني، قالوا المحل الزماني يكون بعد الرمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فقالوا إذا هذه دلالة واضحة جدا في النهي لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي، إذا لابد أن لا يحلق حتى ينحر، والنحر لابد قبله أن يكون الرمي، فهمت؟ فهمت يا أستاذ؟ هذا الذي عندهم في هذا الباب. فقالوا إذا الأحناف قالوا هو يجزئه، إن جبره بدم يجزئه لأنه قد أتى به، وأما المالكية فقالوا لا يجزئه وعليه الإعادة، قالوا لا يجزئه عليه الإعادة. أما الأئمة الثلاثة فقالوا ما قدم وما أخر فلا شيء عليه، قالوا هذا ليس فيه ثمة شيء ويجزئه كل ما فعل، لو نحر قبل أن يرمي صح ذلك وعليه أن يرمي ولا حرج،
ولو حلق قبل أن ينحر عليه أن ينحر ولا حلق ولا حرج، لو طاف قبل أن يرمي فعليه الرمي ولا حرج، وهذا قول الأئمة الثلاثة. لكن هناك رواية عن أحمد أنه قال هذا في الناس خاصة، قال هذا في الناس خاصة، لأنه حمل المطلق من الرواية الثانية في قول جابر أن السلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج، بإطلاقه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر. يبقى إذن سئل عن سلم بعضهم قال لم أشعر ففعلت قدمت وأخرت، وبعضهم قال قال لنا سلم قد عمدت إلى التأخير والتقديم قال أيضا افعل ولا حرج. ما سئل عن سلم عموما عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. أما أحمد قال لا، هذه الرواية المطلقة تحمل على الرواية المقيدة بقوله لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، لم أشعر فطفت قبل أن أنحر، فقال لا افعل ولا حرج. فقالوا إذا المطلق يحمل على المقيد ولا يصح أن يقدم ولا يؤخر إلا إذا إلا عند النسيان، لا يصح أن يقدم ولا أن يؤخر إلا عند النسيان. أما التعمد فعندهم يجزئه لكن يجبره بدم، أما عند التعمد يجزئه لكن عليه جبر الدم بقول ابن عباس رضي الله عنه ما من تقديم ولا تأخير إلا وفيه الدم. قالوا كيف وقد قالوا السلام لا حرج، قال لا حرج يعني لا إثم، قالوا لا حرج لا إثم. والقول الأول قول الجماهير من الشافعية وغيرهم قالوا بأنه لا شيء عليه، بحال وهي الرواية الأخرى المعتمدة عن أحمد بأنه كان متعمدا أو غير متعمد أو غير متعمد فهذا يصح منه التقديم والتأخير، لأن الشرع جاء بالتيسير وحيثما كان التيسير فتم شرع الله، وهذا الموافق لروح الشريعة، هذا الموافق لروح الشريعة. لذلك جاء الناس يتتايعون في السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول قدمنا والآخر يقول أخرنا والآخر يقول أخرنا والثاني يقول قدمنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا حرج لا حرج لا حرج افعل ولا حرج في التقديم والتأخير. وهذا قد أخذ به أيضا الحنابلة في يوم النحر فقط، أما إذا أخر الأعمال لليوم التالي فليس له أن يقدم ولا أن يؤخر. يعني حتى من قال رواه عند أحمد من قال بالرخصة قال والرخصة في يوم واحد هو يوم إيش؟ يوم النحر. لأن سنة لما سئل متى؟ سئل يوم النحر، يبقى بعد يوم النحر بيوم عاد الأمر على ما كان عليه، هو الترتيب السني الواجب. لذلك أنت ترى التوسعة، الناس في هذا الباب طرفان ووسط، طرف أخذها تدح مدح كما يقولون على النهاية، وبعضهم ضيق ضيقا عظيما تحجيرا على المتوسعين فيه. فأما الذين قد وسعوا المسألة جدا قالوا له أن يفعل ذلك حتى في العمر، يقدم الطواف بالصفا والمروة على الطواف، إن كانت امرأة يعني فعلت ذلك فلها أن تطوف بعد ذلك ويصح منها العمر. يعني لو حاضت بعدما أحرمت حاضت، فقال وهذا إفتاء يحدث من بعض الذين يتعالمون، فتقول له حطه فيقول لها اذهبي الى الصفا والمروه فطوفي ويكون قد ايش قد نزعت منك ركنا من الاركان، ويعني قد يعني نزعت من حملا من على ظهري، فلك الطواف بالصفا والمروه ثم بعد الطهاره اذهبي الى البيت فطوفي بالبيت وتصح امراتك بذلك. لان الرسول ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. يبقى كان السائل يسال يقول قدمت الطواف بين الصفا والمروه على الطواف بالبيت، قال طوف بالبيت ولا حرج، فوسعوا المسألة في الحج وفي غير الحج. وبعضهم ضيق جدا قال حتى في يوم النحر ليس عليه أن يأخذ بالتقديم ولا بالتأخير إلا إن كان ناسيا، وبعضهم قال متعمدا أو ناسيا فعليه دم في الحالتين، وده قول ابن عباس، وهذا أشد الأقوال غلظة على الناس أو تغليظا على الناس، استغفر الله، تغليظا على الناس، لأنه قال حتى لو كان ناسي وإن أجزأه ذلك لكن لابد أن يجبره بإيش؟ أن يجبره بدم. والقول الوسط في ذلك هو أن الترخيص يوم النحر فقط، قول الوسط في ذلك أن الترخيص في التقديم والتأخير يوم في يوم النحر فقط، في يوم النحر فقط. فإذا كان للمرء أن يطوف بالبيت ثم لا يستطيع أن يطوف بالصفا والمروة ويطوف بعد ثلاث أيام له ذلك، لأنه رتبه ترتيب صحيح، دخل البيت في يوم النحر فطاف بالبيت وبقي الطواف بالصفا والمروة فوجد الزحام الشديد فما استطاع له أن يأخر لليوم الثالث، ما في مشاكل، ويطوف طواف الوداع وهذا بعد ذلك يكمله بطواف الصفا والمروة. وقال علماؤنا بأن طواف الصفا والمروة لا يقدح في أن يكون آخر عهده بالبيت ويكون على نفس الترتيب، أما إذا قدم أخر فلا صح. يعني لو طاف بالصفا والمروة وما استطاع أن يطوف بالبيت إلى اليوم التالي عليه إعادة الركنين، عليه إعادة الطواف ثم الطواف بالصفا والمروة، لأنه لا يصح أن يأتي بالطواف بعد الصفا والمروة، إن سلم ما أتى بالطواف إلا ما أتى بالصفا والمروة إلا بعد الطواف. يعني متصورين المسألة، رجل جاء فوجد نفسه متعبا بعدما رمى وحلق ونحر، دعا
ذهب إلى الطواف فوجد الناس في أمم بالنسبة للبيت ما استطاع أن يطوف، لكن نظر في الدور الرابع للصفا والمروة فوجدها يعني فيها ما فيها من المساحة الواسعة، راح له فذهب فطاف بالصفا والمروة، نزل قال أرتاح وبعد ذلك أطوف بالبيت على أساس أن السلام قال افعل ولا حرج، قدم أخر ولا حرج. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت السريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.